بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان نتمنى أنكم تكونوا في أحسن حال، ونتمنى أيضا أنكم تكونوا في صحة جيدة. الفيديو ديال اليوم الإخوان غادي يكون غير واحد التيست ديال واحد الميكرو خديته جديد، حيت كما شفتوا الفيديوهات السابقة والفيديوهات اللي كنت سافرت فيهم ما كانش فيهم الصوت واضح، يعني كنت كنضطر أنني نسجل فيديو ونسجل الصوت بوحدو والفيديو بوحدو. هذا كياخد الوقت بزاف وكياخد واحد التمار. الإخوان راه الناس اللي كيدوزوا هذا الشيء هذا راه يكونوا عارفين. المهم هذا هو السبب اللي خلاني أنني نسبق هذا الميكرو هو الأول، مع العلم ان الحاجيات ديال التصوير راه ما كتسالاش من هذه، ولكن الميكرو هو اللي نقدروا نسميوه حاجه اساسيه. المهم اليوم خرجت ندير تيست، اليوم يلا شديت هذا الميكرو هذا خرجت ندير له تيست، حيت تقولوا لي مثلا علاش لو كان درت له تيست غير في الدار ما غاديش يكون داك التيست في الدار مرتاح بالنسبه ليا، حيت خصني تيستيه واش كيسجل مزيان، واش يعني كيفرق داك الريح اللي كيكون كيدخل الموطور ولا لا، واش كيتسمع الصوت ديال الموتور، واش كيتسمع الصوت ديال الشارع. المهم ضروري خصني ندير به واحد التركيله ولا واحد الدوره باش نعرف الجوده ديال هذا الصوت هذا، ونيت نتعرفوا نشوفوا واش نشوفوا واش هاد لوبخي هذا ديال اللي بشرينا هاد الميكرو يستحق او لا ما يستحقش. المهم بالنسبه للميكرو اللي خديت انا هو هذا، بصراحة راني خديت جوج. شوف كاين هذا المنتوج هذا، بعدا كاين هذا المنتوج هذا، هذا ما غاديش نشوفوه اليوم. كيما كتشوفوا هنا كاين فيني، ها هي الا كانت غتبان لكم مزيان، هنا كاين مصطفى الشيبه. هذا المنتوج هذا غادي نخليوه حتى المرة الجاية وغادي نبارطاجيه معكم. هو صراحة منتوج زوين وعندي معاه واحد القصة في شكال مع هذا المنتوج هذا، ولكن ما غاديش نشوفوه دابا. دابا الأهم حاجة عندي أنا هو هذا الميكرو، هذا الميكرو اللي خديت هو هذا، هو فحال داك بويا، ولكن هذا ماشي بويا، هذا نوع ديال السيرين ولا الشيرين فحال ما عرفتش كيفاش كتقرا هذه سايرين وقيله. جاو معاه جوج ديال لي بوب فلتر، صراحه مزيان. المهم عجبني انا غير هذا الشيء اللي جاو معاه، هذا كيستعملوه في الرياح، يعني منين يكون ديال الريح هذا يعني كيفرز لك داك الرياح. ودابا راه كاين الريح الاخوان، نتوما غتلاحظوها، شوفوا غير فهاد الزهور كيتحركوا. وهذا كنظن صغير، يعني كيمكن لك تستعملوه غير في الدار. والميكرو هو هذا كما قلت لكم، يعني الشركه ديال سيرين ولا شيرين ولا ما نعرف شنو السميه ديالها، صافي كيمشي بهذا الشكل هذا، وكيتربط مع الكاميرا بهذا الكابل، كيتربط بالكاميرا مع هذا الكابل هذا. المهم هذا الشيء راه حيدته انا في الدار، فتحت البواطه في الدار حيت كثرت الفرحه واستنيت هذا الميكرو هذا بفارغ الصبر. بصراحه شركت داك الشيء كامل، راه جاوني معاه جوج ديال لي كابل، وجا معاه داك البوب فلتر، وجات معاه حتى هاد السيبور هذه اللي كتشد الميكرو، ولكن خليت داك الشيء كلشي في الدار. اهم حاجه عندي انا هو ما عنديش هذا الميكرو هذا، هذاك ما مسوقلوش في الدار، يعني كيكون السكات وكنصور في كيكون كيكونش الصداع. اهم حاجه انا هو هذا الميكرو هذا اللي كنصور به دابا انا. واش مزيان ولا ما مزيانش، واش غادي يسجل لنا الصوت مزيان، هذا الشيء اللي غادي نديرو. وكما قلت لكم يعني هذا الفيديو هذا غادي يكون غير التيست ديال هذا الميكرو، غادي نشوفوا واش الميكرو مزيان. بصراحه دابا انا كنهضر وما عارفش راسي واش كيتسجل الصوت ولا ما كيتسجلش، واش كتسمعوني ولا ما كتسمعونيش، حيت من قبل. دابا غادي نتحركوا ان شاء الله باذن الله تعالى. يا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. من قبل الاخوان كما شفتوا كنت فحال النهار اللي كنت سافرت، يعني كنت كنسجل بالميكرو ديال الكاميرا، كنت كنسجل ما كانش عندي ميكرو، يعني كنت كنسجل بالميكرو ديال الكاميرا وانا داير الكاسك، يعني كنهضر داخل الكاسك والصوت كيخرج من الكاسك وعاد كيمشي للميكرو ديال الكاميرا، وما كانش كيتسمع واحد الصوت اللي هو واضح. لهذا اضطريت انني ناخذ هذا الميكرو. ودابا نتوما نتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تكون الجوده ديال الصوت مزيان، وانتوما غادي تسمعوا الصوت وغادي تقولوا لي شنو واش يستحق بالنسبه للبخي ديالو الاخوان. المهم بالنسبه للبخي ديالو نقولوا 100 دولار، 100 دولار اخي. وانا اول مره غادي نستعمل هذا المايك هو دابا. واحد المساله واحده اخرى، والله الاخوان راني كندور دابا بلا سيغورو بلا والو، غادي يضحكوا على هذه القضيه هذه، حيت اكثريه ديال الشباب اللي كنعرفهم هنا
يعني ما عندهمش سيغور وما كيدوروش في سيغور، اللي ما كيخرجوش اللي ما كيشدوش الطريق طويله يعني كيبقاو يدوروا غير هنا، ما كياخذوا ما كيقطعوش سيغور كيدوروا في المدينه كيقول لك ما كاين والو. ولكن هذه فكره غلط، يعني واخا انت مثلا نقولوا انك انت كتسوق مزيان او لا انت ما غت يعني كتمشي في شي قنات اللي هما اللي ما غيجبدولكش مشاكل، ولكن انت غتكون غادي بخير ما عليك ما بك حتى غيجي واحد السيد وغادي اديك، تكون غادي ما بك ما عليك حتى يجي شي حد ويضربك او لا المهم يوقع له معك شي حادثه، هو يكون خطا ديالو هو، ولكن انت ما غتكون عندك لا سيكور وما غتكونش عندك الامور ديالك مقاده، يعني انت غترجع تطلب السماحه وانت اللي غترجع تقول له اسمح لي وترجع يعني خصك تسلك غير الامور وصافي. ولهذا الانسان يدير يقاد اموره يقاد وراقيه ويخرج بوجه احمر ما يخاف لا من البوليس لا حتى شي حاجه. والحمد لله يعني انا عمرها وقعت لي هذه القضيه هذه، غير شنو هو دابا تسالى لي سيغورو بهذه واحد الخمس ايام وبغيت نمشي نقطعو في تطوان ماشي هنا في الفنيدق، هنا كيزيدوا واحد 40 درهم وقيلة ولا 50 درهم، كيزيدوا 40 درهم ولا 50 درهم ما عرفتش والله ما نعرف ما بقيتش عاقل. كي هنا وقيلة بشي هنا بشي 460 ولا 450، وفي تطوان وقيلة ب 400 درهم كنت قطعتها اخر مره 3 شهور، هذه بالنسبه ل 3 شهور. ودابا انا غادي نمشي لتطوان غدا ان شاء الله باذن الله تعالى، وقلت بلا ما نقطعوا هنايا هي هذيك حتى نمشي لتطوان ونقطع سيغورو، يعني دابا هذه الخرجه هذه راه مغامر فيها، ولكن خير ان شاء الله نمشيوها بشويه علينا وغادي نديروا. اهم حاجه هو في هذه الدوره هذه كامل في هذه الخرجه هذه كامل اهم حاجه هو اننا نطيستيو هذا الميكرو صافي، اما انا ما عنديش علاش نخرج صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للفيديو المهم دابا انا ما عارفش كما قلت لكم ما عارفش راسي واش كيتسمع هذا الشيء ولا ما كيتسمعش، وبالنسبه للفيديو نتوما شوف واحد الخمس ايام ولا واحد الربع ايام عادي يقدر يوصلكم الفيديو، حيت كما كنت قلت لكم بحال هذه كان عندي شويه المشكل في المونتاج، ولكن المشكل الكبير ماشي في المونتاج، المشكل الكبير كاين في يعني ملي كتبغي تيليشارجي فيديو، اما المونتاج نيت كتقاتل معاه يعني كتخوي الديسك دور ولا المهم كتقاتل مع البروغرام باش يدوز لك المونتاج دغيا جوج سوايع ثلاثه سوايع كتصبرها معاه كدوزها. ولكن المشكله ملي كتبغي تيليشارجي فيديو دابا راه عندي ويفي شحال يعني كنخلص مثلا 4 جيجا، عرفتي شحال كيوصلني ملي كنطيستي انا الويفي في الدار، ملي كنطيستي الويفي كنلقى واصلاني جيجا وحده جيجا ونص جيجا وحده، وهذاك الجيجا اللي وصلاني شحال اللي كنستعملها بوحدي وهي ودي وكنستعملوها انا والاخت ديالي والجار والجاره والولاد الاخ وولاد الاخت والعالم كامل كيستعمل معايا هذاك الجيجا، يعني هذا هو المشكل. يعني فيديو واخا يكون فيه 5 دقائق واخا الفيديو كيكون فيه 5 دقائق كيتيليشارج على 5 سوايع كل دقيقه بساعه، هذا هو المشكل الاخوان. ايوا صافي المهم هادشي اللي كاين، المهم ادعيو معانا الله سبحانه وتعالى يسخر لنا في هذا الميكرو يكون ميكرو مزيان يعني كيسمع الصوت مزيان وما فيه لا تشويش لا والو، اهم حاجه عندي في هادشي هذا كامل، حتى داك 100 دولار راه خلصتها رغم عني، ولكن ماشي مشكل يعني واستنيتو بفارغ الصبر. يا شحال استغرق وقيلا شي 35 يوم ولا شي 33 يوم باش وصلني هذا الميكرو وسميتو مني نوصل صافي كتنسى داك المبلغ اللي خلصتيه وانت كاره راسك علاش خلصتيه، ماشي مشكل، ولكن المشكله وهو انها توصل بحال واحد الحاجه وانت شاريها رغم عنك وما تلقى الصوت ماشي هو هذاك مزعزع ولا مخرخش ولا شي حاجه بحال هكا لا صعيبه هادي ما متفاهمينش عليها. وصافي هادشي اللي كاين الفنيدق اليوم شويه ما بين وبين كيبان لي كاين شويه ديال الناس، ولكن المهم بالنسبه للناس بالنسبه لينا حنا راه دابا غير هكا، راه الفنيدق بالنسبه لينا دابا هكا راه مزيان راه عامره، ولكن واحد اخر اللي ساكن في كازا ولا واحد اخر اللي ساكن في كازا ولا ساكن في مدن واحده اخرى اللي كتعمار ولا طنجه يجي له فنيدق خاوي، كيجي لهنا شي واحد من هاد المدن هادي مدن كبيره كيقول لك اخويا واش فنيدق داير بحال هكا ديما، وراه دابا كنواور، اما في الشتاء راه كدوز في هاد البلايص هادي كتلقى اذا بان لك شي حد غادي في الشارع يقضي شي مهمه ولا
ايوا صادي نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. نتمنى من المسؤولين ديال هذه المدينه انهم ينتبهوا ليها ويخلقوا فرص شغل للشباب ولا المهم هادشي اللي كاين. دابا الاخوان دابا قريب للدار صافي صافي ديرنا دوره في الفنيدق عرفنا شنو كاين. دابا غادي نمشيو للدار غادي نمشيو نجربوا الصوت واش واضح ولا ما واضحش واش مزيان ولا ما مزيان. هادشي اللي كاين غادي نمشيو لدابا نتيستيو الصوت كما قلت لكم في الدار وغادي نحاولوا انا نغسلو الموتور حيت ولا حالته حاله. داك النهار كنت في شي غبابر وطحت عليها الشتا ورجع واحد الحاله يرتلها باش غدا ان شاء الله باذن الله تعالى نطلعوا لتطوان الموتور يكون مقاد نقي حتى يشوفك شي بوليسي ولا شي حاجه. الموتور غيكون مغسول مريقل يعني ما غاديش يشك فيك بانه عندك موتور ما عندوش سيغورو ولا شي حاجه ما غاديش يهضر معاك نهائيا. المهم الاخوان الى هنا ينتهي هذا الفيديو.